واحد تافه وقليل أدب، وانت لو مالك عطيتيه وش ما كانت جرأ. انت انتبهت على اللي عملته هلا؟ انفضحنا فوق. تعرفي شو يا خانم؟ الشي اللي صار فوق ما كان على بالي. يلي معصبني اني انحط عطول بمواقف الزلمة اللي بيضل عم يعيط ويصرخ بوشك، هذا اكتر شي مضايقني. إيه لا تعصب معناتها؟ بتمنى ما اعصب، بس انت حاولي ما ترتكبي اخطاء، كوني قد المسؤولية واحترمي رغبتي. يعني اكيد ما بقصد. طيب هلا انت معصب مشان قصة امك، بس هذا ما بيعطيك الحق تخرب كل شي مراد. مو معقول، حاول تهدى شوي، لانه انا عن جد تعبت. عن جد؟ وانا تعبت من اني انحط عطول بموقف اللي بينبسط بتعذيب الست اللي بيحبها. ها، موقف اللي بينبسط بتعذيب الست اللي بيحبها. اولا هي كلمتي انا، بالاول انا اللي قلتها، وانا تعبت بالاول. هذا ليش مسكر؟ حتى الباب خربان مثل صاحبه بالضبط، الاثنين مو مزبوطين. ايه بعتقد باب شركتي مثلي تمام، باخر السهره بيختل توازن. ها ها ها، بتعرفي حياة شو المشكله؟ المشكله هي بهدول الغمازات. اشو بعمل؟ ببتسم ما بيطلع. ايه لا تبتسمي. لا تبتسمي غير لإلي. ايه اذا بتحب كمان قلي ايمتى ممكن اتنفس، حتى اذا بتحب امرني مثل الصبح. دقيقة بس لقلك، ما رح تكوني بالافتتاحية، ما رح تكوني بالمشروع، وهلا امرتني انه ما ابتسم. في شي تاني عندك اوامر لسه؟ رح اسألك سؤال حياة، انو من هدول عملتيه؟ ولا وحدة، وما رح أعمل كمان. طيب معناتها نحن هيك بدنا نضل عم نتعب.